بعد بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. في فيديو اليوم سوف نقوم بإذن الله تعالى بحل وشرح الدرس الثاني في مادة الرياضيات لتلاميذ السنة الثانية متوسطة، بالإضافة إلى أني قد بدأت سلسلة جديدة وهي حلول الكتاب المدرسي وحلول وشرح أيضا الكتاب المدرسي لتلاميذ السنة الثانية متوسط في مادة الرياضيات. والآن لنبدأ. كما قلنا احنا درنا من قبل الجزء الأول اللي هو إجراء سلسلة عمليات لا تتضمن أقواس، يعني ما فيهاش أقواس. مثلا قلنا هي عبارة عن عمليات ما فيهاش أقواس كما هذه العمليات. دونك بالنسبة للجزء الثاني حنتكلموا، حندير جوج أجزاء اليوم. حنتكلموا على أولا إجراء سلسلة عمليات تتضمن أقواس، يعني فيها أقواس، تتضمن أقواسا. وأيضا حنتكلموا على إنجاز سلسلة عمليات تتضمن خط كسر. خط كسر عندنا إجراء سلسلة عمليات تتضمن خط كسر. خط كسر راح نبداو اولا باجراء سلسله عمليات تتضمن اقواس. واش قلنا؟ قلنا سلسله عمليات هي عباره عن مجموعه من العمليات. مثلا عندنا نذكر بعض، مثلا ثلاثه زائد سته في خمسه عشر ناقص خمسه. هنايا عندنا عبارة عن سلسلة عمليات تتضمن أقواس. أما كذا في أقواس، مثلا هذه ثلاثة زائد ستة زائد خمسة عشر ناقص خمسة. هنا إجراء سلسلة عملية تتضمن أقواس سهلة مقارنة مع ما تضمنش أقواس، لأنه مع يقول لي مع أو مع يعطي لي الأقواس هنا راح تكون سهلة. وش حندير؟ راح ندير العمليات في الأقواس. هذا خمسة عشر ناقص خمسة وش راح تعطيني؟ راح تعطيني عشرة، وثلاثة زائد ستة، ثلاثة زائد ستة راح تعطيني تسعة. إذا تسعة راح نضربها في عشرة، راح نديرو أو راح نحلو العمليات اللي بين قوسين هي الأولى. حتولي لي تسعة في عشرة، تسعة في عشرة وش حتعطيني؟ حتعطيني تسعون. إذا هذه سهلة، إجراء سلسلة عمليات تتضمن أقواس. نعطي مثال واحد آخر، مثلا ثمانية، مثلا ثمانية في اثنى عشر ناقص سبعة. قال لي الأقواس هنا، مثلا اثنى عشر ناقص سبعة. كي قال لي الأقواس هنا وش نوش راح ندير؟ نروح ندير العملية اللي بين قوسين هي الأولى. العملية هنا هي اثنى عشر ناقص سبعة، ندير العملية اثنى عشر ناقص سبعة اش حتعطيني؟ حتعطيني خمسة. بعدها نروح نضربها في ثمانية. إذا ثمانية في خمسة وش حتعطيني؟ حتعطيني أربعون. إذا القاعدة هنا في سلسلة عمليات تتضمن أقواس، يعني فيها أقواس كما هذو، لاحظوا بلي كاين أقواس تتضمن أقواس. أقواس اللي هما هذو تتضمن أقواس. نبدأ بإنجاز العمليات الموجودة بين قوسين. إذا القاعدة هنا، قاعدة نبدأ، قاعدة نبدأ بإنجاز العمليات بين قوسين إذا نحن نبدأ ننجزوا العمليات اللي بين قوسين ساعة قبل العمليات اللي ماهيش بين قوسين. مثلا هنا، هنا عندي زوج أقواس، يعني نقدر ندير
نقدر نديرهم مع بعضهم عادي، نقدر نديرهم على المهم نحسبهم مع بعضهم، مثلا 15 ناقص 5 نحسبهم مع بعضهم، ما نديرش 6 في 15 او لا 15 ناقص 5. اذا القاعدة هنا هي انه نبدأ بانجاز العمليات بين قوسين، يعني نبداو هانو هذا بين قوسين نبدأ ننجزهم، بعد نكمل باقي العملية او باقي سلسلة هذه العمليات. وايضا راح نتكلموا على انجاز سلسلة عمليات تتضمن مستويات مختلفة من الاقواس. اجراء سلسلة عمليات تتضمن مستويات مختلفة من الأقواس. معناها فيها قدان قوس، فيها أكثر من قوس واحد. مثلا نجربو، عندي نقولوا 2.5، 2.5 نديروها طويلة شوي، 2.5 في 7 ناقص 5 ناقص 3. إذا هنا وش حندير؟ أولا أول حاجة وش حندير هنايا؟ راح نبدأ نحللها. القاعدة هنا واش تقول لي؟ كي نديرو او لانجاز عمليات او سلسلة عمليات تضمن اقواس لازمني نبدا بانجاز العمليات اللي بين قوسين. انا واش حندير؟ راح نبدا من القوسين الاصغر، مثلا هذا، هذه هي الاولى، مثلا 5 ناقص 3 واش حتعطيني؟ حتعطيني 2، حنديرها بالعقل. ها من بعد عندي هذا كامل، يعني 7 نهبط الناقص هذا ونهبط 7، هذه واش تولي 7 ناقص 2، 7 ناقص 2 واش تعطيني؟ 5. نهبط في هذا ونهبط 2.5 واش تولي لي 5 في 2.5. يعني باش نحل او باش نقوم باجراء سلسله العمليات اللي تتضمن اقواس ممكن فقط نركز ونبدا نحلل. نبدا من الاقواس الصغيره هنا او من الاقواس الاولى هذه، من بعد الكبيره، من بعد اللي كبر منها، من بعد اللي كبر منها، هكا نقدر نحلوها بكل سهوله. اذا هنا عندنا 2.5 في 5 حتعطيني 12.5، اذا النتيجه هنا هي 12.5. اذا لاجراء سلسله عمليات تتضمن مستويات مختلفه من الاقواس او باش نتفاداو انه نغلطوا فيه، ممكن الاقواس هذو، مثلا قوس من الاقواس هذو، نحولوه الى عاكفتين، يعني 2.5 بدل ما نديرو قوس نديرو عاكفه، مثلا هكذا 7 ناقص، وهذا راح يكون احسن يعني باش نتفاداو نغلطوا فيهم او نتخلطوا فيهم هكذا. يعني راح يبقى الحل نفسه، دائما نبدا من الاقواس نديرهم مع بعضهم، مثلا هنا 5 ناقص 3 في نفس القوس او في قوس واحد نديرها وحده، 2 5 ناقص 3 تعطيني 2 ناقص، نهبط ناقص هذه ونهبط 7 هذه تولي 7 ناقص 2 ويساوي 5، 5 راح نضربها في 2.5، يعني انا واش درت هنا؟ هبطتهم 5 في 2.5 تعطيني 12.5. اذا راح يكون نفس الحل، فقط باش نتفاداو انه نغلطوا فيهم هنا واش نتخلطوا فيهم، ندير نستبدلوا القوسين هذو بعاكفتين. اذا راح نتكلموا على انجاز سلسله عمليات تتضمن خط كسر، يعني هنا راح نتكلموا على خط الكسر. مثلا حنا الكسر نعرفوه، مثلا عندنا كسر، اي كسر عندنا مثلا 25/10، لكن هنا راح نديرو عمليات، مثلا نديرو 4 في مثلا 4 في 20 قسمة 10 مثلا، أو نقدو ثاني هنايا 10 نديرو لها عملية ونديرو عملية تحت هنا، واش راح تولي؟
واش ندير باش نحل هذه العمليه، واش ندير باش نحل هذه سلسله العمليات اللي تضمن خط كسر. راح ندير اولا ربعه، هذه اللي في البسط هنا يا ربعه في 20، يا ربعه في 20. خط الكسر واش يمثل؟ يمثل قسمه، مثلا 25 على 10، او الكسر 25 على 10 هو نفسه عمليه القسمه، 25 قسمه 10 معناها هذا خط الكسر يمثل قسمه او يمثل عمليه قسمه، قسمه 10. اذا مش حنديروا هنايا، حنديروا 4 في 20، 4 في 20 وراح نقسموا وراح نقسمها على 10. واش حتعطينا؟ حتعطينا 8، لانه 4 في 20 حتعطينا 80. 80 نقسموها على 10. دائما كي نقسموا على 10 واش نديروا؟ كي نقسموا على 10 راح نحيوا الصفر، هذا اذا كان العدد الاخر يحتوي على اصفار راح نحيوا صفر واحد. واش حتولي لي؟ حتولي لي 8. اذا النتيجه هنا هي 8. اما بالنسبه لي حنديروا عمليه فوق وعمليه تحت، مثلا نديروا 40 زائد 8. ممكن نديروا اي عمليه، عمليه جمع، عمليه طرح، على او قسمه 15 ناقص 9. هنا دائما باش ما نتخلطوش او باش نقدروا نحلوا هذا النوع من سلسله العمليات، واش نديروا؟ راح نكتبوها كيما راهي. راح نديروا 40 زائد 8 وراح نكتبوا 15، نكتبوا العمليه اللي في البسط ونكتبوا العمليه اللي في المقام، وخط الكسر نستبدلوه بعمليه القسمه. وهذا اكيد راح نديروا لهم اقواس باش ما نتخلطوش. 40 زائد 8، 40 زائد 8 واش حتعطيني؟ حتعطيني 48. قسمه 15 ناقص 9، 15 ناقص 9 واش يساوي؟ يساوي 6. اذا 48 قسمة 6 واش راح تعطيني؟ راح تعطيني 8. اذا النتيجة هنا هي 8. نلاحظوا هنايا اللي درنا العمليات اللي في الاقواس. اذا باش اولي كي ننجز سلسلة عمليات تتضمن خط كسر، نكتبوا العمليات، نكتب العمليات التي في البسط والمقام، ثم نعوض خط الكسر يعني هذا بعملية قسمة، لانه مثلا الكسر بحد ذاته، مثلا نديروا اي كسر هو نفسه عبارة عن عملية قسمة. 25 على 10 هي نفسها 25 قسمة 10. 40 على مثلا 40 مثلا على 5 هي نفسها 40 قسمة 5. يعني هنا نعوض الحاجة الوحيدة اللي حنديروها هي أن نعوضه خط الكسر هذا، نعوضوه بعملية القسمة، ومن بعدها نقدروا نحلوه عادي. وشكرا على حسن انتباهكم، وإلى اللقاء، نلتقي في فيديوهات قادمة.